صحيح سيدة رانيا، هناك شيء مهم جدا يجب أن نعلمه. الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع استثمار هذه الجماعات على الرغم من كل الأثمان التي دفعتها وعلى الاهتمام الاستخباراتي والسياسي والتدريبي وما إلى ذلك، لكن على الأقل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تثير نوعا من الفوضى داخل مجتمعنا. يعني اليوم عندما صحيح نتحدث عن هذا الدمار الشامل الذي أصاب سوريا والذي أصاب لبنان والذي أصاب العراق، هو ثمن قاسي جدا كان من أجل هزيمة هذا المشروع. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى أبدا عن هذه الأدوات الناجعة، هم يصفونها بذلك، أدوات ناجعة. هم لا يريدون أن يرسلوا أبنائهم للقتال، لا ضد يعني المقاومة اللبنانية ولا ضد الجيش السوري ولا ضد الجيش العراقي، هم يريدون الزج بهؤلاء الناس. صحيح الآن أن هذا المشروع هزم بشكل كبير، لكن الأمريكيون يرون، وهذا أيضا يعني يدرس في الولايات المتحدة نعم الأمريكية، أن الثقافة الدينية الموجودة في العالم العربي هي ثقافة غنية بإنتاج مثل هذه صحيح الجماعات. يعني طالما هناك كتب موجودة، موروث ديني موجود في العالم العربي، يمكن زميلي إنتاج فيروز أكيد الكثير من هذه الجماعات المختلفة والتي يسهل على الإدارة الأمريكية نتيجة هذه التجربة الكبيرة في كيفية إدارة مثل هذه المجموعات. وبالتالي أعتقد أن الحل في هذا الأمر، إذا أردنا أن نتحدث عن حلول على الأقل مؤقتة في العالم العربي، هو تصدي يعني المؤسسات الدينية وإعادة إنتاج خطاب ديني مختلف. وأيضا يوجد هناك موضوع النقد الديني الذي يجب أن يلغي من الكتب الدينية كل هذه الأحاديث وكل هذا الموروث الذي ينتج بسهولة هذا الأمر. صحيح أن المشروع الجماعات التكفيرية قد اندحر نعم الآن، لكن هذه المنطقة ولادة من خلال كل هذا الموروث الخطير والذي صحيح يعني تتقن الولايات المتحدة الأمريكية استثماره. وبريطانيا وكل أجهزة الاستخبارات من أجل استثمار هذا الأمر. دكتور نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ضبط إيقاع هذه الحركات، لأن كل مشغلين هذه الحركات هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهم شركاء في هذا الأمر. لكن يعني ما يعني تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تفاجأت بحجم يعني حجم الانكسار لهذه الجماعات، لأنها كانت تعول أساسا على الأيديولوجيا، أيديولوجيا القتال. وكان هناك بحوث كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن فقط يعني تسليح هذه الجماعات التي هي لديها الأيديولوجيا، لديها القوة ولديها القناعة الكافية بأنها ستقاتل. ثمة هناك جدل حصل بأن هذا الانكسار السريع لهذه المجموعات في العراق وفي سوريا وفي لبنان، على الرغم من الدعم اللوجستي والدعم المادي الغير محدود وأيضا الدعم الإعلامي أيضا غير المحدود، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيش الأمريكي في المنطقة كان يحاول أن يتدخل في كثير من الأوقات من أجل يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه لهذه الجماعات. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بإرباك شديد، لكن هي تصر على المحافظة على بعض البؤر التي تمنع محور المقاومة من إعلان الانتصار الشامل، وهذا ما يحصل في إدلب على سبيل المثال، وهذا ما تجسده حركة رجب طيب أردوغان من خلال التحشيد العسكري، وكأنه يقول أن هذه البؤرة لا يمكن أن تختفي من سوريا لأنها ستعلن الانتصار الساحق على المجموعات الإرهابية. وبالتالي بقاء هذه البؤر تشغل أو على الأقل يعني تستثمر في عدم الهزيمة الكاملة في الانتخابات التركية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع تسويقها في الداخل الأمريكي بأن ما زال هناك نفوذ لنا، ما زال هناك إرهابيون علينا. طبعا هم نعم يستخدمون هذا الأمر بطريقة معاكسة، صحيح وبالتالي تشريع وجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة على أساس وجود هؤلاء وهي نقطة الأمريكيين. جدا مهمة، أعتقد أن موضوع القواعد الأمريكية وتعدد التنظيمات الإرهابية وبالتالي خلق ذريعة واثنين وثلاثة وعشرة لإيجاد يعني هناك جدل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا وافق يعني الأستاذ من لبنان على ما قاله في التفريق ما بين تجربة حركة طالبان. طبعا يعني في النهاية هناك تجارب سيئة، ولكن هناك سيء وهناك الأسوأ.
لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة الآن على تشهير أو تسيير العدد الذي كانت قادرة على تسييره في المنطقة وعلى تسخيره من أجل إدارة الحروب الوحشية إذا صح التعبير التي أدارتها في العراق وسوريا. ذلك لعدة أسباب. السبب الأول هزيمة المشروع التكفيري. صحيح أن كان هناك أثمانا باهظة من أجل هزيمة هذا المشروع، لكن الهزيمة كانت قاسية على المشروع الإرهابي، وبالتالي قسم ظهر هذا المشروع بشكل كبير جدا. هذا لا يعني أن المشروع اختفى، لأن دائما الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على إعادة إنتاج هذه الصيغة لأنها مفيدة جدا للمشروع الأمريكي. على فكرة هي ليست مفيدة فقط على الصعيد العسكري، بل هي مفيدة أيضا على صعيد إنتاج الفوضى داخل المجتمعات وإنتاج الصراعات التي يمكن أن تتسلل من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل نعم، وهذا المجتمعات. محور دعيني أعطيك سأخصصه مثالا للحديث بسيطا. بشكل أوسع أستاذ علينا، تفضل. نعم، ولكن نقطة فقط، في البرازيل أعطيك مثالا، يعني في البرازيل ليس هناك جماعات إرهابية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت كثيرا في مجموعات متطرفة يرأسها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، صحيح. وهي الإنجيلية المتطرفة، وبالتالي أصبح هناك صراعا عبوديا في البرازيل يسهل من خلاله تدخل النفوذ الخارجي، لأن الوضع البرازيلي بالداخل أصبح مأزوما. هذه النظرية دائما تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية حين تريد أن تقتحم بلدا او مجتمعا. اما موضوع طالبان له خصوصيه خاصه، واعتقد ان هناك هزيمه نعم في افغانستان تحدث عنها الامريكيون، يعني لست انا من يتحدث عنها، وبالتالي اعتقد ان تسليم السلطه الى حركه طالبان لم يكن مخططا عن قصد اصرار وتصميم للاداره الامريكيه، بل كان فرضا عليها، ولكن كان هناك مفاوضات حفظت فيه الولايات المتحده الامريكيه بعض مصالحها، وايضا زرعت داخل افغانستان جزء من هذه الحركه المتطرفه التي الان تسعى وتفجر بعض المساجد من اجل انتاج الفوضى في افغانستان، لان حركه طالبان تدير مفاوضات كما تفضل ضيفكم من لبنان مع الصين ومع روسيا ومع ايران ومع الجميع، ولكن كل وبالتالي ذلك لا اعتقد انها يعفيها استراتيجيه. اساسا استاذ علي